بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأكرمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ بإذن الله تعالى المحاضرة الخامسة لليوم الخامس التدريبي من دورة إعداد معلم اللغة العربية للأطفال الناطقين بغيرها. وقد أخذنا خلال هذه الدورة مجموعة من الاستراتيجيات، وقد بدأناها باستراتيجية التواصل واستراتيجية اللعب وأيضا استراتيجية الألغاز. واليوم سنأخذ أحد الاستراتيجيات الأساسية، وهي توظيف أفلام الكرتون في عملية تدريس اللغة العربية. الدورة لا زال بها الكثير، والدورة انتصفت، أي أن المحاضرة الخامسة هذه هي نصف الدورة. لا زال لدينا مجموعة من الاستراتيجيات، القبعات الست والدراما المسرحية، وأيضا استراتيجية الوسائل والعرائس المتحركة. لدينا مجموعة كبيرة أيضا من الاستراتيجيات ستتخللها هذه الدورة، ولكن اليوم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن توظيف أفلام الكرتون. ونحن نعلم أن أفلام الكرتون تعد من الأمور التي تهم الأطفال، لأن الكرتون هو أحد الوسائل التي تجذب الطفل، وبالتالي هي وسيلة محببة لديه. فإذا سخرنا هذه الوسيلة لخدمة العملية التعليمية أصبح لدينا مكسب كبير. لماذا؟ لأن الكرتون وسيلة ناجحة وناجعة في التواصل وتوصيل المعلومة للطفل. إذا نحن نتكلم عن استراتيجية المفاهيم الكرتونية وتوظيف أفلام الكرتون. كثير من المعلمين تواصل معي بشأن إنتاج الأفلام الكرتونية. بإذن الله تعالى سوف يكون هناك دورة مخصصة لإعداد وإنتاج الأفلام الكرتونية، حتى يستطيع المعلم أن ينتج هذه الأفلام وتكون بشكل احترافي. ففكرة الاحترافية في عمل أفلام الكرتون أمر ضروري لمعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وخصوصا أن هناك برامج كثيرة منها بلوجيتون وغيرها من البرامج الاحترافية. وإن كنا نفكر في عملية الإنتاج، فوجب علينا أن نفكر في كيفية توظيف المكتبة الإلكترونية الموجودة فعلا على الإنترنت، وبها الكثير من الأفلام الكرتونية التي تصلح للمستويات الثلاث، تصلح للمستوى المبتدئ الأول والثاني، وتصلح للمستوى المتوسط الأول والثاني، والمتقدم الأول والثاني. وسوف أمدكم بهذه المكتبة الإلكترونية التي بها العديد على اليوتيوب من قنوات مخصصة لعملية توظيف الأفلام الكرتونية. ولكن هذه المحاضرة تتضمن طريقة توظيف الأفلام الكرتونية، وأيضا موقع يعني أراه من المواقع الجديدة التي قد تخدم عملية التعليم، لأن موقع الذي سنتحدث عنه اليوم هو موقع لجعل الأفلام الكرتونية بشكل دروس تفاعلي. أي تحويل الفيلم الكرتوني إلى درس من خلال أنشطة تفاعلية. هذا الموقع يحتاج منا تدريب، وسوف نجعل الجزء الثاني والثالث، أعتقد الرابع، تدريبات على هذا الموقع من خلال الأفلام التي أرسلتها لكم أو المقاطع المرئية التي أرسلناها لكم. سنستخدمها في التفاعل مع هذا الموقع. الموقع هو بلاي بوست، هذا الموقع الجديد، وهو تحويل الأفلام سوف نتكلم عنه بالتفصيل طبعا، ولكن بعد الجزء النظري الذي سنتعرف فيه سويا على
استراتيجية جديدة ومهمة لابد أن يتقنها معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها الذي يوجه مادته إلى الأطفال الناطقين بغير العربي. فدعونا نبدأ في البداية وفي الجزء الأول ونعرض السؤال الأول: كيف نوظف استراتيجية الكرتون في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؟ فكرة أنك تنتج أو أنك تستغل الفيلم الكرتوني الذي يحبه الطفل هي فكرة ناجحة 100%. لماذا؟ لأن الطفل يعني يميل إلى الشخصيات الكرتونية، إلى الألوان، إلى الرسوم الموجودة بالكرتون. هذه الاستراتيجية هم يطلقون عليها استراتيجية الرسوم المتحركة أو الرسوم الكرتونية، وقد تكلم عنها جويسي عام 2006. طبعا هذه المقاطع يعني أنا حاولت أن أجمع لكم كل ما يهمنا في عملية الرسوم الكرتونية. لابد أن نتعرف على المعنى العلمي للرسوم الكرتونية. إن الرسوم الكرتونية عبارة عن رسومات بنمط كرتوني يتم فيها طرح مجموعة من وجهات النظر حول حدث معين. هذا هو التعريف العلمي. مجموعة من الرسومات لها أشكال كرتونية، لها أشكال محببة للأطفال أو حتى للكبار. من الممكن أن تكون أداة للتقييم والتدريس وتتضمن عرض الأفكار البديلة. يعني من الممكن أن نستعيض بالدروس المعتادة بهذه الأفلام الكرتونية أو الرسومات المتحركة، وأيضا أن يعني تتضمن هذه الرسومات المتحركة موضوعات تهم الطفل، سواء كانت موضوعات حياتية أو موضوعات تتكلم عن مبادئ أو قواعد خاصة باللغة التي يدرسها وغيرها من الموضوعات التي من الممكن أن نوجهها ونمررها للطفل من خلال الرسوم الكرتونية. طبعا هناك مشكلة حاليا، وأنا يعني تعرضت لهذه المشكلة حقا، أن الأفلام الكرتونية الغربية هي موجهة للطالب العربي، ولكن للأسف أو للطفل العربي، لكن للأسف هي تحمل عادات وتقاليد ليست تمثل عادات وتقاليد المجتمع العربي المسلم. أيضا لا الميول والاتجاهات الموجودة بهذه الأفلام تعبر عن ميول واتجاهات المجتمعات التي نشأت فيها، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نوظف كل الأفلام الكرتونية للطالب الناطق بغير العربي، لأننا من المفترض أن نكون سفراء للغة ونكون سفراء للدين وللثقافة العربية. يعني لابد أن نكون نحن عبارة عن ناشر للثقافة العربية الإسلامية بكل معاييرها ومبادئها وسماتها، وهذا لن يتسنى في كل الأفلام الكرتونية للأسف، لأن هناك بعض الأفلام التي تعرض أفكار ومبادئ ليست من التراث أو الثقافة العربية. إذن نحن تعرفنا على أن هذه الاستراتيجية هي استخدام مجموعة من الرسوم بتعبر عن أحداث كرتونية أو أحداث عامة من خلال شخصيات كرتونية. إذن التعريف الإجرائي أو الذي نستخدمه نحن في تعريف استراتيجية الرسوم الكرتونية هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات والخطوات والطرق والأساليب التي يقوم بها المعلم مستخدما رسوم كرتونية مناسبة لأعمار التلاميذ. إذا لابد لك عزيزي المعلم أن تتعرف على هذه النقطة الهامة جدا،
وهي مناسبة الأفلام الكرتونية لأعمار وميول واتجاهات وثقافات وأيضا مبادئ التلفزيون. ثم يتم التصميم على شخصيات الموجودة في دروس اللغة العربية، حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على رسوم ثابتة أو رسوم متحركة أو بعض الخلفيات التي من الممكن أن نضيفها من خلال برامج كما ذكرنا، أو من خلال بعض الصور المتحركة التي من الممكن استغلالها. أيضا نحن لابد أن نتعرف على أن الوسائل التعليمية هي أمر ضروري جدا بالنسبة لعملية التعليم، لأن استخدام الوسائل التعليمية بطريقة فعالة يساعد على حل الكثير من المشكلات التعليمية، ويحقق التعليم عائد كبير يفوق كل ما يبذل في سبيله، ويوفر الكثير من الوقت والجهد المبذول. إذا أردنا أن نتعرف على أهمية الوسائل للمعلم، طبعا هذه الوسائل بها أهمية كبيرة للمعلم. من ضمن هذه الأهمية أنها تساعد في رفع درجة كفاءة المعلم المهنية، وأيضا تغير دور المعلم من عملية ناقل لمعلومات وإلى دور مخطط ومنفذ ومقوم للعملية التعليمية، وتساعد المعلم أيضا على عرض المادة بشكل حسن وبشكل بسيط والتحكم في المادة العلمية، وتمكن أيضا من حسن الإدارة للوقت المتاح. هناك العديد طبعا من الأمور التي تمثلها استراتيجية المفاهيم الكرتونية للمعلم. هي توفر الوقت والمجهود، يعني تخيل أنك تعرض الدرس فقط من خلال فيلم كرتون. هذا الأمر يجعل العملية تساعدك أكثر على الوصول والتواصل مع الطلاب، فهي تساعد المعلم في إثارة الدافعية لدى التلاميذ، وتساعد المعلم أيضا في التغلب على الحدود الزمنية والمكانية، لأن هذه الاستراتيجية من الممكن أن أوظفها داخل الصف، ومن الممكن أن أوظفها خارج الصف عن طريق الوسائل التعليم الإلكتروني. إذا من خلال أيضا يعني هذه الأهمية لاستراتيجية التعليم عبر الكرتون، سنستخدم بعض الأمور التي سنتعرف عليها، ولكن من خلال المتدربين أنفسهم. أستاذة ليلى، ماذا ترين في أهمية استخدام الكرتون للمعلم كما أوضحنا في هذه الشريحة؟ هل هناك إضافات؟ السلام عليكم. عليكم بالنسبة السلام. لاستعمال هذه الوسائل الأفلام الكرتونية، أنها تساعد في تفاعل الطلاب مع الأستاذ. نعم، يعني هل أنت تتخيلي، يعني نحن تكلمنا الآن يا أستاذة ليلى عن الموقع الذي سنوظفه، وهو موقع بلاي بوست. هذا الموقع الذي من الممكن أن تحول الفيديو الكرتوني إلى درس شامل متفاعل مع الأطفال، هل هذا سيضيف للعملية التعليمية تحويل الفيلم الكرتوني إلى درس؟ طبعا، في رأيك ما الإفادة؟ لأنه سيخرج من الروتين المعتمد عليه بأن الأستاذ هو الذي الأستاذ يلقن الدرس، إلى نعم. طريقة أنه الفيلم كرتوني سيساعد على أن التلميذ أو الطالب سيتجاوب مع هذا مع الأستاذ، يعني الشخصيات الكرتونية ستجعل التلميذ والطالب يتفاعل مع الأستاذ ممتاز، ويكون مشاركا في عملية. بارك الله فيك، أشكرك أشكرك يا أستاذ. الدكتورة لبنى، أهلا بك دكتورة لبنى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك دكتور وبالجميع. بالنسبة لي أحب أن أستعير قاعدة من أصول الفقه نعم ووضعها تربويا. نعم هناك قاعدة تقول: ابدأ معهم بما يحبون لتصل بهم إلى ما تحب. ممتاز، قاعدة في محلها.
نعم، هي قاعدة فعلا يعني تربوية قوية. نعم فعادة عندما تعرف من طلابك أنهم يميلون إلى شيء، تحاول أحيانا أن تشعرهم أنك تهتم بهذا الذي يهتمون له، به، الذي نعم، يهتمون به. حتى ومن تصل ثم إليهم، يعني نعم وهذا ومن تحدثنا عنه في عملية التواصل مع الطفل وكسر الحواجز بين المعلم وبين الطفل، أن يحاول نعم أن يتقرب إليه من خلال ما يحبه وما يميل إليه. نعم صحيح. والأفلام الكرتونية بشكل عام هي من ضمن الأشياء التي يحبها الأطفال، والأجمل من ذلك أن تشركهم أيضا حتى في صنع هذه الأفلام. فواحد من الأشياء التي عملنا عليها، أذكر في أحد الدروس عملت عليها مع طلابي، هو أن فرغت لهم أو يعني أحضرت لهم شرائح مفرغة وفيها صور، وهم يعبرون عن هذه الصور بأصواتهم، يتكلمون هم يعني وكأنهم هم ممتاز، في هذه الشريحة، ثم جمعناها مع بعضها يعني كهذه الشرائح كفيديو يعني ممتاز. بأصوات. إذا كان لديك هذه التجربة، من الممكن أن يعني تمديني بها حتى أخرجها في المجال البحثي، لأنني أعكف حاليا على مجال البحث في عملية تفعيل الأفلام الكرتونية في العملية التعليمية من خلال الأطفال وليس من خلال الكبار. نعم يعني نعم رؤيتي هي أن نصنع نحن كمختصين أو كأشخاص لديهم تخصص في تعليمية اللغة العربية وغيرها، هذا لن يضيف للعملية التعليمية أكثر من الأطفال أنفسهم، نعم لأن صحيح الطفل إذا أراد أن يعني يتعلم شيء فمن الممكن أن يتعلمه من خلال الدافعية لحبه للشيء، وهذا ما نتحدث عنه أيضا. يعني الآن نحن نتحدث عن هذا الأمر أيضا، نعم تكلمت كان عن موضوعنا عن الكوفيد وقتها، عن الكوفيد 19. ممتاز ممتاز. أنا نعم تفضل. تفضلي يا دكتور. نعم، والموضوع كان عن الكورونا وكيف تحدث، وكان هناك مصطلحات يسمعونها كثيرا، يعني مصطلحات مثلا البانديميك والإبيديميك وهذه واللغة الجائحة وهذه الأشياء. نعم ففي باللغة العربية كيف نستخدمها؟ خصوصا أننا كنا مقبلين على العطلة الصيفية، وكثير منهم في العطلة الصيفية سيذهبون إلى بلادهم، هم يعرفون المصطلحات باللغة الإنجليزية، ولكن في بلادهم لا تستخدم هذه المصطلحات. والأمر في إنجلترا أعتقد أنه مختلف عن الدول العربية، يعني نعم نعم جدا التعامل مع الجائحة أو في الثقافة الخاصة بالجائحة، وبالتالي أصبح لديهم ثقافة خاصة بهذه المرحلة. نعم صحيح نحن نتكلم اليوم يا دكتورة لبنى عن موقع بلاي بوست، هذا الموقع الذي بصدد شرحه بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة والتدريب عليه. هذا الموقع هو تحويل الأفلام الكرتونية إلى دروس، ففكرة تحويل الفيلم إلى درس كيف يعني تتبلور في ذهنك كمعلمة لغة عربية للناطقين بغيرها ومختصة أيضا بالأطفال الجاليات؟ نعم، بالنسبة لي أنا لا أعرف هذا الموقع، لم يمر علي يعني من نعم قبل. هو جديد وأنا وعدتكم أنه جديد تماما. نعم بارك الله بكم، لم نعم أستخدمه من قبل، ولكن قد أتصور يعني هل المقصود أنه يكون الفيلم هو موجود أساسا على اليوتيوب، ومن خلال هذا الموقع تحوله إلى درس تعليمي، أم أنك تصنع الفيديو التعليمي من لا، هو طبعا نحن نعلم أن عملية الإنتاج لها برامجها الخاصة، وسوف أمدكم أيضا ببرامج الإنتاج حتى تستطيعون إنتاج الفيديوهات، ولكن هناك فرق بين عملية إنتاج الفيديو الكرتوني نعم وتوظيف الكرتون لتحويله إلى درس.
فهذا الموقع حقيقة هو إعجازي بالنسبة، يعني أنا عندما رأيت هذا الموقع وقد رأيته في أكثر من مؤتمر دولي، وحضرت أحد المؤتمرات تقريبا منذ شهرين، كانت في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الزوم، وعرض مجموعة من الأساتذة هذا الموقع، وهو عملية تحويل الفيلم الكرتوني بشكل كامل إلى درس تفاعلي يستطيع الطالب أن يفهم بعض القواعد، يعني ببساطة حتى لا أطيل عليكم، وسنرى الآن. يعني نعم هذا الموقع هو عبارة عن وضع، إما أن يكون لديك مجموعة فيديوهات على جهازك، أو تضع اليو ار ال من اليوتيوب أو الفيدمو أو غيرها من المواقع، ثم يظهر الفيديو على الموقع، ومن خلالها تستطيع أن تقسم هذا الكرتون إلى مجموعة أسئلة والطالب يجيب عليها في نفس الوقت، أيضا أن تغير في عملية نوعية الأسئلة، إما أن تكون اختيار من متعدد أو أسئلة قصيرة، أو حتى تسجل بصوتك مجموعة أسئلة وتكون بالموقع، لتجعل الدرس، يعني عندما مثلا نشاهد في الكرتون مقولة مثل إنهم قادمون، فهذه هي نمط خاص بإن وأخواتها، ونجد أن إنهم قادمون، أن قادمون هنا خبر مرفوع، فمن الممكن أن يأخذ المعلم هذه الأنماط اللغوية ويؤكد عليها داخل الفيلم الكرتوني ليدعم مهارة النطق، وأيضا من الممكن أن يدعم مهارة الكتابة من خلال جعل الطالب يكتب بعض الجمل التي يسمعها يفرغها، ولكن يكتبها كتابة إملائية صحيحة، وإذا هو ينمي مهارة الكتابة. أيضا من الممكن أن يجعل الطالب يسجل ويحاكي بعض المقاطع التي يقولها البطل الكرتوني، ولكن بصوته وتدمج بصوته. فإذا الموقع به إمكانات أعتقد أنها كبيرة. نعم، فكرة يعني جميلة ما شاء الله. وسنتعرف عليها بشكل أكبر في الجانب العملي والتدريبي، وسأرسل لكم، طبعا أنت طلبت مني أن الكتاب الخاص بالألعاب، وضعته نعم بإذن من الله فضلك. تعالى على الدرايف، وسأرسله في المجموعة الأخرى التي سأرسلها لكم بإذن الله تعالى، حتى يكون جزاكم الله خيرا. الأدوات كلها معكم، وأيضا حتى القوالب الباوربوينت سأرسلها لكم قوالب كاملة، ممكن أن تكون يعني تشمل أعداد كبيرة من القوالب، ولكن أحاول أن أرفعها بإذن الله. إن شاء الله. أيضا أستمع إلى الأستاذة نعيمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لهذه الأفلام الكرتونية، سأضيف فقط معلومة، لأن الأخوات قد كفينا ووفينا في هذا الموضوع، هو أن هذا الأفلام الكرتونية سننقل ثقافتنا العربية لأبنائنا، يعني نعم لأن تقريبا كما قلتم أن هناك أفلام هي يحبونها كثيرا، وشخصيات يعني كرتونية يحبونها، لكن غربية. أنا أبنائي وأحد يعني المعجبون ببعض الشخصيات الكرتونية الآسيوية، إلى درجة أن ابني يشتري هذه، هي نعم تكون كرتونية ويشتريها كتب، نعم نعم هو يعني من هواياته جمع هذه الكتب الكرتونية. نعم لماذا نحن يعني ننتجها وتكون يعني تعبر عن ثقافتنا وعن ممتاز ممتاز، يعني هذا مشروع أتمنى أن يشاركني فيه كل معلم لغة عربية للناطقين بغيرها، غيور على لغته، لديه نعم قدرة على أن يبذل مجهود معنا في عمل مكتبة خاصة ولتكن بسيطة ومن إنتاج الأطفال، ولكن تحوي أفكارا ومبادئ عربية
لها قيمة في العملية التعليمية، نستطيع أن نروجها في عملية التدريس، أيضا تحمل معاني تربوية ومبادئ وقيم تربوية إسلامية يهتم بها أبناء الجاليات نعم في أوروبا والغرب. وهذا حلم، يعني نحن نحلم دائما أن يكون بين أيدينا من هم قادرون على بذل المجهود لتغيير واقع اللغة العربية. للأسف أن اللغة العربية تمر هذه الأيام ببعض الأمور التي قد تعيق من انتشارها، منها أن كل يعني الاستخدام اليومي في العالم العربي عن طريق اللهجات العامية، وهذا يؤثر على الاستخدام الخاص باللغة العربية. أيضا حتى التلفاز وما يحويه من مسلسلات كرتونية وغيرها، حتى وإن كانت مدبلجة فهي مدبلجة ولكن تحكي ثقافة غير الثقافة العربية، من الممكن أن تكون ثقافة آسيوية وغيرها من الثقافات التي قد تؤثر على أبناء العرب وأبناء الجاليات العربية. هذا يضعف من اللغة، أيضا يضعف من إمكانية التفاعل اللغوي اليومي، لأن لا بد من الممارسة. لذلك أنا أنصح كل المعلمين في أوروبا وأمريكا، لا بد أن يكون هناك نادي لغوي، لا بد أن تعمل على إنشاء نادي لغوي. هذا النادي اللغوي هو الوسائل التكنولوجية تعطيه لكم، يعني هناك برامج لإنشاء النوادي اللغوية. هذا النادي اللغوي هو عبارة عن منصة يدخلها المحبون للغة العربية ويمارسون اللغة، يمارسون اللغة من خلال هذه التكنولوجيا. هذا النادي اللغوي من الممكن، أشكرك يا أستاذ إيمان، من الممكن أن يكون له موضوعات يومية، موضوعات عن الهوايات، موضوعات حياتية يعيشها الإنسان في يومه، كالهوايات، الثقافات، الموضوعات التي قد تمثل بالنسبة للطالب أهمية، كالتعليم والصحة وغيرها من الموضوعات التي نجعلها يومية. وأستمع أيضا للأستاذة شيماء إذا كان الصوت لديها. واضح أن الصوت به مشكلة. الأستاذة فاطمة، لا كلام يقال خيرا مما قيل. شكرا دكتور، ولكن أنا أحب جدا هذه الطريقة لسماع الطالب بالفصحى والتمكن منها وتقليدها فيتقن علم الصوتيات الخاص باللغة العربية وتعليم لا الإسلام العقيدة والعبادات فبطريقة سهلة ومبسطة للطفل. نعم، نحن لن نستطيع أن نتقن أي لغة إلا من خلال الممارسة، والممارسة نعم منعدمة تقريبا للغة العربية حتى في بلادنا. يعني نحن نتحدث العامية طوال الوقت، أيضا الطالب عندما يدخل إلى المدرسة ويتعلم العربية، معلم اللغة العربية بالمدرسة يدرس العربية الفصحى بالعامية، يعني نعم يتعامل مع الطلاب بالعامية ويحاول أن يشرح لهم القواعد بالعامية. هذا ليس معناه يعني تبرؤ من العامية، العامية لغة حية، نحن نعلم أن العامية هي لغة حية ولغة نمارسها، ولكن الفصحى ستنقضي إذا لم تمارس. هذا واجب على كل من يتحمل مسؤولية تعليم اللغة العربية، لابد من إحياء اللغة بممارستها، وليس إحياء اللغة المحاضرات أو الندوات. هذا ليس يعني يمثل للغة أهمية. أجد أن في كل 18 من ديسمبر من كل عام هو الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية،
أجد كم كبير من المحاضرات والكتب وغيرها والندوات، هذا جميل وأنا أشجعه، ولكن أين المشروعات؟ أين المشروعات التي نجعل معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها يقومون على الاهتمام بها؟ أين الممارسة؟ يعني أين الممارسة الفعلية؟ لابد أن نمارس الفصحى. للأسف إذا لم نمارس اللغة لا يمكن أن نتعلم، إذا لم تتحدث الفصحى لا يمكن أن تعلمها، إذا لم تعطي من وقتك وجهدك لأبنائك وأولادك وقت للتحدث بالفصحى والتطبيق. ومن هنا أتت أهمية أيضا الكرتون، لأن التعليم أو الاستراتيجية التعلم الكرتوني من الممكن أن تكون بمثابة تقليد. يعني أنا أجد أن ابنتي يعني أجادت الفصحى من خلال الكرتون، لأنها كانت تحاول أن تقلد الشخصيات الكرتونية، كيف ينطقون، كيف يتكلمون، ما الذي يقولونه. أيضا يعني هناك بعض المرادفات من الممكن أن لا يمكن أن يتعرف عليها طفل في بعمر 3 سنوات، فهي تعرفت على مثلا كلمة تجشأ أو كلمة السكاكر وغيرها من المفردات وغيرها من الكلمات التي استطاعت من خلال الكرتون. إذن الممارسة من الممكن أن تكون من خلال الأفلام الكرتونية التي يحبونها. اتفضلي يا أستاذة نعيم. دكتور، فقط إضافة تأكيدا لما قلت، مثلا أن اللغة الصينية قد غزت يعني بشكل مهول لأوروبا ولا حتى العالم العربي، وذلك عن من خلال هذه الأفلام الكرتونية من هذه الشخصيات. نعم، هم يسمونها القوة الناعمة، هي قوة تدخل إلى كل البيوت العربية، هذه اللغة حتى وإن كانت يعني بلغتنا، وإنما نعم وإنما لها أثر كبير على الطفل. إذن ما دورنا كمعلمين؟ دورنا هو الاهتمام بعملية ممارسة اللغة مع الطفل. هناك كما ذكرت لكم دكتور رحمة الله عليه، هو الدكتور عبد الله الدنان، هو كان يدرس الفصحى بما يسمى الممارسة الفطرية، استراتيجية الممارسة الفطرية. هذه الاستراتيجية أنك تتحدث يوميا مع طفلك أو مع من تعلمه ساعة أو ساعتين بالفصحى دون شرح أو دون شيء، تحاول أن تجعله فقط يقلدك، تحاول أن تمرنه فقط على النطق السليم، على القاعدة السليمة. هذه الممارسة تنتج لنا بعد ذلك اعتياد على النطق السليم. يعني أنا كنت في محاضرة، وأعتقد كان معي أحد الأستاذات، كانت معي أستاذة من المغرب وهي طالبة في الليسانس اللغة العربية، هي تجيد القراءة، تجيد القراءة العربية الفصيحة وتجيدها وتنطق بشكل يعني ما شاء الله متميز جدا جدا رائع، ولكنها لا تعرف شيئا عن القواعد النحوية. سبحان الله، يعني عند سؤالها ما هو ما هذه الجملة فاعل من مفعول لا تعرف، ولكن عند قراءتها أجدها تجيد الممارسة النحوية. لماذا؟ لأن هذه الفتاة أو هذه الأستاذة هي اعتادت على ممارسة اللغة بشكل صحيح حتى وإن لم تكن تعلم القاعدة. والكرتون يعطي لنا المساحة في هذا لتعليم أولادنا. من الممكن أن نعلم الأولاد عن طريق مشاهدة أفلام الكرتونية وأيضا الممارسة اللغوية اليومية، هذا سيضاعف من قدراتهم للتحدث باللغة العربية. أيضا أستمع إلى الأستاذة إيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أتفق مع كلام حضرتك ومع كلام الأخوات الفضليات. بالفعل الكرتون من أكثر الوسائل المحببة بالنسبة للأطفال، وبيساعد على تعلمهم بشكل فعال. كمان كل ما احنا ما بن يعني بنحاول تقديم ما يحبه الطفل، كلما كانت استجابته أسرع وأنشط بالنسبة للعملية التعليمية.
وانا عجبتني جدا جدا فكره النادي اللغوي، وكنت اتمنى من حضرتك لو تشرح لنا الفكره، ممكن ان احنا كمعلمين نعم نحاول نطبقها حتى مع النادي، اولادنا. نعم النادي اللغوي، يعني حتى أشرح لكم هذه الفكرة وتطبقونها في صفوفكم، هو نادي من الممكن أن أجمع طلابي في إما على جوجل كلاس روم أو إما على مجموعات الواتس، وأجعل لهم يوما مخصصا للتحدث، للتحدث وليس الكتابة، للتحدث عبر مقاطع صوتية عن موضوع، عن هواية مثلا، هواية العزف على العود أو هواية العزف على القيثارة وغيره، أو هواية الكتابة أو هواية القراءة. أجعلهم يتكلمون، يتحدثون، يتبادلون الحديث فيما بينهم. هذا الأمر يجعل عملية الممارسة بشكل دائم. من الممكن أن يكون يومي، يعني بشكل يومي لمدة ساعة كل يوم، سيزيد من قدرات الطلاب اللغوية. أيضا من الممكن أن يكون بشكل يومي، ولكن في الوقت الذي يفضله الطالب، يعني لا ترغمه أن يكون متزامن وجود الطلاب في نفس الوقت. فأنت تضع الموضوع بالأعلى، تضع أن اليوم سنتحدث، يعني اترك لي رسالة بصوتك عن حبك لهواية أنت تحبها، ولتكن مدتها دقيقة أو دقيقتين. فهو يرسلها في الوقت الذي يعني يكون ليس لديه مشاغل أو أعمال، ثم يبدأ الطلاب يتبادلون الحديث والردود فيما بينهم في هذا الجروب أو هذه المجموعة من خلال التحدث، ولكن بالفصحى. ثم يأتي دورك أنت أن تعلق على كل مقطع صوتي، فإذا أخطأ الطالب في كلمة حاول أن توضح الخطأ، ولكن طبعا دون إحراجه، ولكن بشكل أو بآخر من الممكن أن تكون أيضا ممارسة لعملية التحدث العام، ممزوجة بالصور، ممزوجة بالأفكار الجديدة، ممزوجة بالحوارات الودية أكثر، وإنما باستخدام اللغة الفصحى، لأن هذا الموضوع قد يضيف إلى الجاليات العربية في الغرب. لماذا؟ لأن الوقت أغلبه يتحدثون باللغة الثانية، بلغتهم، بلغة البلدان التي يقيمون فيها، سواء كانت الإنجليزية أو الفرنسية. لا أعلم الدكتورة لبنى تعليقها على هذا المشروع، وأيضا الأستاذة ليلى والأستاذة نعيمة، وهم من معلمي اللغة العربية بالخارج. والله يا دكتور، هو مشروع رائع يعني، وهي فكرة دائما ما تراودنا، وأحيانا نطبقها على استحياء، والسبب كثرة المشاغل. نعم ويعني هناك الكثير من يعني من الأفكار التي تندرج تحت هذه الفكرة، ويمكن تطبيقها مع الطلاب سواء ومع أولياء أمورهم أيضا. قراءة. نعم 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 صحيح صحيح. ويعني بالنسبة، لكن مشكلة الطلاب هنا في موضوع، خصوصا الكبار قليلا منهم، الوقت عندما نعم الوقت المدارس هنا يعني وقت طويل، وعندما يرجعون ويعني يعودون للبيت مع وقت الغداء، مع هذه الأشياء ندخل في المساء مباشرة، والوقت نحن نطلب منهم ولو 10 دقائق، ولو دقيقتين مسجلة صوتية نعم، في البداية. ومما يفسد حقيقة، مما يفسد علينا هذا الشيء، كرههم لموضوع المدارس العربية في الويك إند أو نعم.